آخر بطولة دوري، حقق طبعا 12 نقطة في أول أربع مباريات في ذلك الموسم. كرة تعود، طبعا النصر بطل الدوري في 5 مناسبات. كرة تعود الآن لمصلحة خالد اليعقوبي. الشباب يبحث عن التعادل، محاولة الآن تبدو أخطر، شبابية عرضية حاضرة لكن الكرة بعيدة كل البعد، تتحول إلى رمية جانبية. الفريق الذي يأتي في المرتبة الثالثة في عدد الفوز بالبطولات بعد ظفار وفنجا نادي النصر، طبعا 5 بطولات دوري وأربع بطولات للكأس الغالية حققها الفريق النصراوي، كان آخرها أيضا في عام 2005 تحت قيادة المدرب الصربي فيشيكو حينما تغلب على السي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجمع صحار. ركلة ركنية الآن شبابية، محمد علي السيابي، الشباب لديه محاولة الآن رأسية حاضرة لكن تغطية من دفاعات النصر، تبقى ركلة ركنية. الشباب الآن يرمي بكل أوراقه، يلعب الكل في الكل لمحاولة تفادي الخسارة الأولى له في بطولة الدوري. ركلة ركنية، محمد علي سياب الآن للأمام، أخطر لكن أيضا تتخلص، تخلص من فهمي دوربين. رمية جانبية شبابية، مصلحة الشباب. وصيف بطولة الدوري في مناسبتين، طبعا الموسم الماضي خلف ظفار وموسم 2011-2012 بعد أن خسر المباراة الفاصلة أمام فنجا. محاولة فينيسيوس، الكرة اصطدت، يا سلام على محاولة خطيرة خطيرة للشباب لكن استبسال دفاعي من قبل لاعبو نادي النصر. كرة الماضية، لاحظ لاحظ لاحظ، هنا بدأت، هنا فينيسيوس والتسديدة، وفهمي دوربين، فهمي دوربين يمنع الكرة الماضية ويقف سدا منيعا، سدا منيعا أمام اللاعب الشبابي خليل العلوي. ركلة ركنية، إذا كان الشباب يفتقد لجميل اليحمدي فإن النصر يفتقد لأحمد السيابي اللاعب القادم من نادي النهضة. ركلة ركنية، جماهير الشباب تواصل المؤازرة بأهازيج شبابية رائعة. سلامات لفهمي دوربين لاعب ومدافع نادي النصر. لاحظون الكرة الماضية اللي حاول فيها نادي الشباب. رباط وفنجا التعادل هدف مقابل هدف. ركلة ركنية للشباب الآن في هذه اللحظات. الشباب يكثف المحاولات بحثا عن التعادل، الكرة مرت، أحمد رواحي طار للكرة الماضية وأبعدها. تعود الآن فهد نصيب، أبعد الكرة الماضية. التغيير الشبابي الثالث، يستنفذ كل تغييرات المدرب علي الخنبشي. شادي عبيد الآن، شادي عبيد هو القادم في تشكيلة الشباب، يبدو أنه أخذ مكان سامح الحسيني سنشاهد، أو محمد علي السيابي، ربما نعم محمد علي السيابي ترك أرضية الملعب مصابا. سلامات لمحمد البديل الشادي عبيد القادم من نادي صحار، لاعب نادي الخابورة سابقا أيضا. الشادي عبيد هو من يشترك الآن بديلا لمحمد السيابي. شاد هل يجيد الامتياز ويأتي بالفرحة للجماهير الشبابية؟ خطأ الآن على اللاعب أنور مبارك ولمصلحة الشباب. سلامات لمحمد علي، خطأ شبابي. الكرة الشبابية عند عبد المجيد، عبد المجيد اليحمدي، البحث عن هدف التعادل للشباب، خطيرة لكن تبعد، تبعد من الدفاعات النصراوية التي في طريقها أن تحقق رقم ممتاز إذا ما استطاعت أن تحافظ على نظافة الشباك.
للمباراة الثالثة على التوالي. كرة ستعود الآن لمصلحة النصر، خطأ لمصلحة يونس المشيفري، خطأ ليونس المشيفري. كرة نصراوية، حمزة الجمل الآن يستعد لإجراء أول تغيير في التشكيلة النصراوية. فريق النصراوي المزيج ما بين لاعبو الشباب والخبرة، نقول بعض الأسماء طبعا أمثال فهمي دوربين، أنور أمبارك، ومحمد فرج، إضافة إلى بعض التدعيمات أسعد هديب، خالد الحمداني، وأيضا يونس المشيفري. كرة للأمام الآن نصراوية تتخلص، خطأ لمصلحة عبد المجيد الأحمدي. الشباب يسابق الزمن الآن بحثا عن التعادل، والنصر سيسعى بكل ما أوتي من قوة في أن يخرج منتصرا للمرة الثانية على التوالي، أو في الجولة الثانية على التوالي من أرضية ملعب استاد السيب. كرة شبابية الآن منذر الصبحي إلى أرنست عكس جهة اللعب، ممتاز أنور مبارك يبعد الكرة الماضية، رمية جانبية شبابية، عبد المجيد الأحمدي، محمد أو عفوا الكرة تصل الآن عند خالد البريكي، وهذا اللاعب خليل إبراهيم الآن تصل عند خالد البريكي. خالد يرسل لك كرة للأمام، الشباب يحاول، لديه محاولة أخطر الآن للشباب، ما زالت لكن تبعد، تبعد من اللاعب النيجيري جوزيف إلى منذر الصبحي. تبقى للشباب كرة عند منذر الصبحي، مالك لاعب نصراوي وقع على أرضية الملعب، لكن أرنست للشباب، لديه محاولة الآن، يتقدم أرنست في صافرة وخطأ، خطأ للشباب في مكان خطير، يشير إليه حكم اللقاء الدولي خالد الشقصي لمصلحة أرنست. حاول الغاني أن يتقدم لكن تدخل من أسعد هديب، خطأ في مكان خطير للشباب. الجماهير الشبابية تترقب وتتأمل وتدعو وتنتظر فرحة في قادم اللحظات أمام فرقة نصراوية متحدية بقوة، أمام فريق نصراوي يذكرنا بنصر ذكريات زمان، نصر الذي كان لديه الصولات والجولات. أحمد أرواحي، نعم ربما النصر لا يهاجم كثيرا في هذا اللقاء، أو لا تشعر بأن الفريق صاحب القوة الهجومية، لكنه على الأقل يلعب بتنظيم كبير على المستوى الدفاعي وعلى مستوى منتصف الميدان. خطأ الآن، فينيسيوس البرازيلي خطير، الكرة القادمة للشباب في مكان خطير، كرة للشباب، هل يفعلها فينيسيوس البرازيل؟ لكن استدت في حائط الصد لأن تعود الآن لمصلحة أرنست. إلى حارس المرمى مهند البلوشي، تبقى الآن الكرة للشباب، عبد المجيد الأحمدي تتخلص، سويق والمضيبي، ما زالت النتيجة هدف مقابل هدف. كرة تتخلص الآن من قبل المدافع فهمي دوربين، تعود إلى خليل، أو هذا شاد عبيد، حكم اللقاء يحتسب خطأ لمصلحة شاد عبيد. ربع ساعة الأخيرة مشاهدينا متابعي قناة عمان الرياضية في كل مكان، الأسبقية للنصر على الشباب بهدف نظيف. عبد المجيد الأحمد الآن للشباب، إرسال الكرة للأمام لكن تتخلص، دانيال إيتور إلى يونس المشيفري، يا سلام يا سلام يا يونس يا سلام، تخلص بشكل ممتاز، وكرة بعد ذلك عند دانيال إيتور، بعيدة من دانيال، كرة الماضية تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى للشباب،
سقوط ليونس المشيفري، لكن النصر لا يسقط حتى الآن في هذا الامتحان. النصر حتى الآن بالعلامة الكاملة. لاحظ الكرة الماضية التي يا سلام تخلص بشكل ممتاز يونس المشيفري، وبعد ذلك عرقلة كانت حاضرة من قبل الغاني أرنست. سلامات ليونس المشيفري. الواقع على أرضية الملعب في هذه اللحظات. نذكر بأن الجولة القادمة تشهد لقاء الديربي ما بين النصر وظفار في مجمع صلالة، فيما الشباب سيستقبل أسويق. جانب من حضور جماهير النصر في مدرجات ملعب استاد السيب. النصر المتقدم، النصر المتحدي، النصر الساعي لاستعادة أيام زمان. لاحظ الكرة الماضية، كرة الهدف طبعا من محمد فرج بدأت، ثم دانيال إيتور، والمتابعة من يونس المشيفر يصنع الفرحة على محيى الجماهير النصراوية، سواء كانت الحاضرة أو المتسمرة على شاشات قناة عمان الرياضية. كرة ستعود الآن لمصلحة نادي النصر. رمية جانبية، حمزة الجمل حتى الآن في طريقة لأن يعود بالثلاث نقاط. درس الفريق الشبابي جيد، عرف بكل تأكيد قوة وضعف الفريق الشبابي. هنالك تغيير نصراوي في الطريق، كرة شبابية الآن، خليل إبراهيم، تبقى لمصلحة الشباب. خالد اليعقوبي، وصلت إلى عبد الحافظ ثويني. عبد الحافظ إلى منذر الصبح الآن، تدرج بالكرة للاعبي نادي الشباب، تستمر عند شاد عبيد، عادت إلى عبد المجيد. من يجيد يا ترى الطريق إلى الشباك النصراوية؟ محاولة تسديدة بعيدة لكنها تتحول إلى ركلة مرمى، تتحول إلى ركلة مرمى من قبل الغاني أرنست. ركلة مرمى لمصلحة نادي الشباب. تغيير نصراوي الآن، يونس المشيفري نعم يترك أرضية الملعب، واللاعب القادم مروان طلال يشترك الآن. بعض الأسماء النصراوية الشابة التي يدفع بها المدرب حمزة الجمل هذا الموسم، نعم من ضمنها اللاعب البديل الآن مروان طلال. عموما النتائج المسجلة حتى الآن، مسقط يتقدم على صحن بهدف نظيف، مرباط متعادل حتى الآن مع فنجة بهدف مقابل هدف، ونفس النتيجة في لقاء السويق والمضيبي. مرباط الآن أضاف وما زالت هدف مقابل هدف. كرة شبابية تتخلص، أرنست، كرة للأمام لمصلحة الشباب. الشاد عبيد، لكن تميز كبير للظهير الأيسر النصراوي أنور مبارك، قدم ما شاء الله مباراة كبيرة للغاية. رمية جانبية للنصر، رمية جانبية عند أنور مبارك. النصر الذي أنجب الكثير من الأسماء التاريخية في كرة القدم العمانية على غرار حمتوت جمعان في الثمانينات، ومحمد عامر الكثيري في التسعينات، وكذلك هاشم صالح وعادل مطر وحسين مستهيل وفوزي بشير ومجدي شعبان، والكثير من الأسماء التي مثلت الفريق النصراوي عبر التاريخ. كرة تعود عند المهند بلوش، استقبل طبعا هذا المساء الهدف الثاني في شباكه، باعتبار ان الهدف الأول كان في اللقاء الماضي أمام ظفار، لكن النصر يحافظ على نظافة الشباك للمباراة الثالثة. لا يستقبل حتى الآن أي هدف في بطولة الدوري. خطأ للشباب، من كان يقف في موقف التسلل لاعب دانيال إيتور، تصل الآن شبابية خليل، أو الآن نعم خليل العلوي، يحاول فيها خليل. عبد الحافظ ثويني، 10 دقائق أخيرة
كرة أمامية للشباب لكن تتخلص فهد نصيب. فهد نصيب تعود، لا يا سلام، كرة نصراوية تتخلص من عبد الحافظ إلى خالد البريكي. سهل كرة أمامية للشباب، محاولة شبابية خطيرة فينيسيوس لكن تبع. أسعد هديب، أسعد هديب يتدخل من أمام سامح الحسنينا. كرة تتحول إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية للشباب. عبد الحافظ ثويني، كرة للشباب، محاولة أخطر الآن ما زالت في أرضية الملعب. منذر الصبحي، كرة للأمام خطيرة للشباب لكن أحمد، أحمد الرواحي يتحصل على الكرة الماضية. سلامات أحمد، يحاول نعم إثبات وجوده في التشكيلة النصراوية وبأن يكون الحارس الأول للفريق النصراوي الملكي في السنوات القادمة. لاحظ الكرة الماضية، أحمد رواحي صاحب 24 عام. هدف دون مقابل، النتيجة التي ستعطي النصر فرصة الانفراد بالصدارة في ظل طبعا تعادل السويق حتى الآن مع نادي المضيبي، إلا أن طبعا تغيرت النتيجة في الدقائق القادمة. سلامات لأحمد رواحي، جماهير الشبابية نتمنى أن تستمر طبعا، ومتابعة لهذا طبعا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. أحمد رواحي الآن، دكة البدلاء الشبابية، الشباب استنفذ كل تغييراته. النصر ما زال طبعا لديه تغييرين، في انتظار استئناف اللعب. تغيير النصراوي في الطريق، اللاعب حمد الحبس قادم من نادي مسقط يستعد للمشاركة الآن. حمد الحبسي، ثمان دقائق على نهاية الوقت الأصلي، الأسبقية النصراوية تستمر. حمد الحبسي اللاعب الواضح في الصورة، علي الخنبشي المدرب الوطني في حيرة من أمره، ينتظر طبعا أن يعود بالتعادل على أقل تقدير فيما تبقى من لحظات. كرة تتحول إلى رمية جانبية، رمية جانبية للنصر. التغيير النصراوي الآن، حمد الحبسي هو اللاعب القادم. أحد الانتدابات النصراوية قادمة من نادي مسقط. يشترك حمد الحبسي الآن ويأخذ مكان خالد الحمداني. خالد الحمداني يترك أرضية الملعب، والبديل حمد الحبسي. التغيير الثاني للمدرب المصري حمزة الجمل، مدرب حمزة الجمل منذ الموسم الماضي وحتى هذا اللقاء 12 مباراة مع النصر، 8 انتصارات، تعادلين وخسارتين فقط. خالد الحمدان يترك أرضية الملعب، كرة لمصلحة نادي الشباب. إذن حمد الحبسي واللاعب البديل، كرة لمصلحة الشباب. خالد البريكي إلى شادي عبيد بالخطأ، تعود نصراوية، ما زالت عند عبد المجيد اليحمدي إلى أرنست، تبقى للشباب الكرة للأمام لكن أيضا تتخلص.
تتخلص عادة الآن لمصلحة الشباب، تبقى شبابية. كرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى النصر الذي استعد طبعا لهذا الموسم عبر بطولة كأس الخريف، لعب من خلالها 4 مباريات. ركلة مرمى عند أحمد رواحي، 5 دقائق أخيرة على نهاية أحداث اللقاء. النصر يواصل التقدم بهدف يونس المشافري، كرة أمامية الآن لمصلحة النصر، تتخلص، ما زالت الكرة عند أرنست، يرسل لك كرة عند عبد الحافظ تويني، تتخلص من أسعد هديب إلى دانييل، يرسل لك كرة للأمام من دانييل إلى مواطنة دانييل إيتور، كانت من جوزيف، أرسلها إلى دانييل، خطأ لمصلحة النصر في مكان خطير أيضا الآن في هذه اللحظات، خطأ للنصر. يبدو بأن مرباط سجل هدف ثاني، ومسقط أيضا سجل هدف ثاني في مرمى نادي الصحم، كرة أمامية للنصر لكن تتخلص. هذه هي الأخبار الواردة، مسقط هدفين دون مقابل، كرة محاولة خطيرة، حمد الحبسي، كرة خطيرة، كرة قتل المباراة وإنهاء الطموحات الشبابية، لكن يضيع الكرة الماضية، يضيع الكرة الماضية حمد الحبسي، كرة تعود الآن لمصلحة حمد مرة أخرى، يحاول أن يتخلص لكن تبعد من أمام الكرة الماضية، تعود الشبابية لمصلحة نادي الشباب الآن. خالد اليعقوبي، تستمر الكرة للأمام لمصلحة نادي الشباب، منذر الصبحي، كرة أمامية إلى البرازيلي فينيسيوس، فينيسيوس يحاول أمام أنور مبارك، لكن أنور 10 على 10، تتخلص الكرة الماضية، عادت لعبد المجيد، عبد المجيد اليحمدي، تبقى للشباب، كرة شبابية، صراع قوي في الكرة الماضية، شاد عبيد لا يمر أمام حمد الحبسي، تخلص حمد ويتحصل على خطأ، يتحصل على خطأ حمد الحبسي في الكرة الماضية. شقيق محمد الحبسي أيضا انتقل إلى نادي فنجا، خطأ لمصلحة نادي النصر. نقترب رويدا رويدا من النهاية، أسبقية نصراوية، النصر لا يخسر في الجولة الثالثة من بطولة الدوري للموسم السادس على التوالي. كرة تتحول إلى رمية جانبية، رمية جانبية، لاحظ الكرة الماضية التي أضاء حمد الحبسي، كرة سهلة جدا. النهضة أيضا سجل الآن هدف في مرمى نادي عمان، رمية جانبية للنصر، أنور مبارك، تصل الآن محمد، يا سلام يا سلام على المرور من محمد فرج، لاعب يقدم مباراة كبيرة هذا المساء محمد فرج، يعني الهدف النصراوي بدأ من هذا اللاعب والكرة بدأت من هذا اللاعب الشاب، تبقى للنصر، أرسلها إلى أنور مبارك، أنور عرضية بعيدة هذه المرة، تتحول إلى رمي التماس، الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ومن عمر الوقت الأصلي لهذه المباراة،